ميادين السباقات. ننطلق في هذه اللحظات مع انطلاقات اشواط صباح هذا اليوم. شوط الجعدان، اللقاية، المهجنات، الاصايل، شعارات ابناء القبائل المنطلقة في مسار هذا الشوط 21. اتقدم مع الصدارة، مع المقدمة، شعار مبارك بن محمد بن نصرة العامري على المركز الاول يقدم انطلاقتي وتحدياتي. مشوك على المركز الاول، المركز الثاني متعود القادم خليفة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الله العطية القادم على المركز الثاني والمركز الثالث، وتابع مشقي ناصر بن سالم بن عبيد بن مردد المركز الرابع، الرابع نشوان هلال بن عيضة بن هلال المزروعي، والخامس متميز القادم عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرع القادم على المركز الخامس، والسادس الفارس سالم بن هاشل بن عبد الله الشامسي القادم على المركز السادس، سابعا هداد سيب بن راشد بن خادم الهاشمي القادم مع هداد ومرسال مرسال محمد بن عتيج بن سيب بن حاضر العميمي على المركز الثامن، تاسع المراكز طلوع لحمد بن مبارك بن محمد بن مبارك الأفضلي القادم، والمركز العاشر متعب الواصل في هذه اللحظات لسيف بن حميد بالضبيب بن سليمان الشامسي القادم مع انطلاقة متعب على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة على أرضية هذا الميدان. عودة إلى الصدارة بعد الثلاثة كيلومترات، عودة مع المقدمة، مع مشوك على المركز الأول مبارك بن محمد بن نصر العامري على المركز الأول والصدارة، والمقدمة المركز الثاني متعود القادم خليفة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الله العطية القادم على المركز الثاني، ومرسال محمد بن عتيج بن سيب بن حاضر العميمي القادم على المركز الثاني والمركز الثالث، متميز القادم عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي القادم على المركز الرابع والمركز الخامس، من العاشر بدأ يتسلل إلى الخامس في هذه اللحظة ما شاء الله. متعب القادم سيب بن حميد بالضبيب الشامسي ينطلق في هذه اللحظات، شعار البارودي القادم على المركز الخامس، سادس المراكز نشوان هلال بن عيضة بن هلال المزروعي القادم مع نشوان المركز السابع، السابع واقترابنا من 2 كيلومتر يا رعي الفارس سالم بن هاشل بن عبد الله الشامسي القادم في هذه اللحظات، والقادم هداد سيب راشد بن خادم هنا الهاشمي وصل في هذه اللحظات، مسكت القادم رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الاشتبي قادمين اهالي نزوة حضروا في يوم الامس اهالي نزوة وقدموا في هذا اليوم يجددون دائما هنا انطلاقات وتحديات هذا الشعار مع هذه السلالات رعي الشاهينية. هنا ينطلق الشاعر غدير بن سعيد بن غدير الاشتبي يا سلام، وتابع الاسماء الواصلة وتابع الشعارات القادمة، من القادم مغذي حمد
بن محمد بن سعيد بن دربش العامري. أول ندى لهذا الشعار يقدم مغذي المركز التاسع، المركز التاسع شعار محمد بن حزمي بن قناص. وصل في هذه اللحظات ومشق القادم ناصر بن سالم بن عبيد بن مردد القادم. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات القادمة ما شاء الله مع شواط الإنتاج والمنتجين على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بدانة الدنيا دبي. أعود إلى الصدارة، أعود مع البداية مع المقدمة. شعار رشيد بن غدير بن سعيد قدم انذار في يوم الأمس قادم مع مسكت في هذه اللحظات. أهالي نزوة في المقدمة المركز الثاني مرسال محمد بن عتيج بن سيف بن حاضر العميمي. ومحمد هنا القادم مشكور أحمد بن حزمي بن قناص قادم مع مشكور مع هذه اللحظات. الوصول من متعب سالم بن علي بن خميس ولد حسين العويسي القادم. يا سلام اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة بن مردد، بن مردد القادم. وين السلام، وين السلام؟ هناك شاعر وولد حسين القادم العويسي والفارس، الفارس الفارس على ماضن سلالة الفارس قادم سالم بن علي بن خميس. ولكن هذا سالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي، الشامسي وسالم بن علي بن خميس العويسي. اللحظات الأخيرة متعب والسلام إلى السلطنة، متعب والسلام إلى أبو علي. تهانينا والناموس لسالم بن علي بن خميس ولد حسين العويسي. سلام يا راعي متعب، سلام. المركز الثاني الفارس لسالم بن هاشل الشامسي. المركز الثاني الثالث مشقي لناصر بن سالم بن مردد. الرابع مسكت لرشيد بن غدير الاجتبي. الخامس متعب وشعار البارودي سيب بن حميد بالضبيب الشامسي. هكذا هي النتيجة. عودة مع التوقيت، لحظات التوقيت الزمني. متعب سالم بن علي بن خميس العويسي أحد القادمين من السلطنة. والتوقيت 7:28 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر والأشواط تتوالى بالانطلاقات. شوط تلو الآخر في صف